وعشان نتعرف اكتر عن رد فعلها لما شافت الفيديو هيكون معنا دلوقتي مداخله من الاستاذه ايمان سيد الزيان. ازيك يا ايمان؟ ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ايمان قولي لنا ايه كان رد فعلك لما شفتي الفيديو؟ والله انا الى الان في حاله ذهول تام وحاله ذهول مع حزن لاني نفسي اشوفه. طبعا. طب يعني انت عارفه لسه النهارده بتكلم بقول يعني انا حاسه ابويا موجود في مكان وانا مش عارفه اوصل له. طب انت حاولتي تتواصلي معاه مع صاحب الفيديو على السوشيال ميديا؟ اكيد الصوت مختلف، اكيد الطباع مختلفه، بس في النهايه هو حته من ابويا يعني شكلا وهو باين عليه راجل طيب بصراحه زي بابا. طيب حاولتي تتواصلي مع صاحب الفيديو على السوشيال ميديا؟ ما صاحب الفيديو بيقولوا قفل الاكونت خالص. ها انت يا ده اللي وصلني يعني. طب بما انك معانا حابين نعرف منك حاجه عن الفنان سيد زيان الله يرحمه، بس كأب. ما احلى اب بقى واحن اب وخلاص بقى الواحد اتكسر من بعده يعني. هو كان الحنيه كلها والطيبه كلها ويستغفر في نفسه عشان يعني هو كان بيعشق أولاده. أنا أتذكر مرة كنت معاه في لبنان كان بيعرض المسرحية الأخيرة بتاعته هناك وقعدنا شهر وشوية، فقال لي انزلي يعني اشتري حاجات لإخواتك وللأحفاد، فكان دايما يطلع في المسرحية كده بأربع تيشيرتات يعني. فبقول له طب يا بابا اجيب لك تيشيرتات يعني عشان دول انت بتطلع بيهم على طول؟ قال لي لا انا مش مهم، انا يعني بابا الحمد لله يعني مش محتاج. طبعا. قال لي هات انت بس ليكي ولاخواتك والاحفاد كل اللي انتوا عايزينه. فهو هو هو اب حنون جدا جدا جدا، ما يحبش يشوف حد يعيط، ما يحبش يشوف حد زعلان. لا انسان جميل يعني، حتى مش في ولاده بس في الناس كلها، هو تعامله هو ده تعامله مع كل الناس. الله يرحمه صالح مع نفسه يعني. الله يرحمه يا ايمان ويصبرك دايما وتعيشي يا رب دايما وتفتكري له وتدعي له. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. استاذ ايمان سيد زيان شكرا جدا لحضرتك.